قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. مرحبا بك يا جار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا شكرا لك، فقط أردت أن أقدم لك هذه الهدية. هدية؟ وما المناسبة؟ لأنك من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أكرمك اقتداء بالصحابة. شكرا لك، جزاك الله كل الخير أيها الجار العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.